أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القوات الجوية. كان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الصلاة جامعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل مصر في أمنك وضمانك وحفظك يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر بنا السلام، وانشر بنا الخير، وانشر بنا السعادة، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.